أنا سعيد هنا مع زمايلي في الإعداد إن إحنا كل يوم بنحاول نقدم لحضراتكم اسم كبير في تاريخ الكرة العالمية، نتكلم مع اسم كبير في تاريخ الكرة العالمية، النهارده اسم كبير لاعب مع يوفنتوس الإيطالي في التسعينات وخد معاهم دوري أبطال أوروبا 95 96 بطولة 95 96، خد معاهم دوري إيطالي، خد معاهم كأس إيطاليا، خد معاهم سوبر إيطالي، عمل إنجازات كبيرة جدا وعظيمة مع يوفنتوس، لعب في جيل رائع جدا كان فيه أنطونيو كونتي مثلا على سبيل المثال، كان فيه ديل بييرو على سبيل المثال، كان فيه ديدي شامب على سبيل المثال، زين الدين زيدان، جيل عظيم جدا من اللاعبين التاريخيين. معايا النهارده لاعب الوسط الايطالي الاسبق في صفوف نادي يوفنتوس الايطالي والمدير الفني الحالي ماسيمو كاريرا. يا فندم صباح الخير، مشرفني ومنورني. مساء الخير ياكم جميعا، اشكركم على هذه الدعوه الجميله. أنا لازم أقول لك إن مذيع هذا البرنامج على التلفزيون المصري يعشق يوفنتوس من جيل 95 96، فعشان كده أنا في منتهى السعادة بتواجدك معايا النهارده. بالفعل كان فريق يوف فريق قوي جدا في تلك هذه السنوات. كان فريق قوي في ايطاليا وفي اوروبا، ديل بيير، دي الدي، دي شامب، دي سولو، فرارا، كان كثير من اللاعبين الكبار يلعبون في ذلك الوقت كانوا معي في هذه الحاله. بالتاكيد لازم اسالك على حال يوفنتوس في الوقت الحالي، يوفنتوس في الوقت الحالي المرحلة التجديد في تشكيلة الفريق بشكل كبير جدا، الوضع في جدول ترتيب الدوري مش أفضل شيء، المنافسة يمكن شوية بعيدة بالنسبة لليوفي هذا الموسم، شايف وضع يوفي الآن عامل إزاي؟ في الحالة يوفنتوس يلعب بطريقة سيئة، ليس وقته السعيد، ليس وقته الجيد مع المدرب أليجري، يجب عليه أن يعمل كثيرا مع كثير من اللاعبين، لقد عمل بشراء لاعبين جدد كثيرين، ليس مثل الأول ولكنه يعملون بعمل رائع ويقومون أيضا بتحسين في الدوري الإيطالي. هل تأثر يوفنتوس كثيرا برحيل كريستيانو رونالدو عن تشكيلة الفريق؟ لا، كريستيانو رونالدو لاعب ممتاز جدا، ولكن نحن فرقة كاملة تلعب، ولكنها يختلف بعض الشيء عندما يكون لديك لاعب جيد ويكون له عديد من الأهداف يستطيع أن يهدفها في أي وقت. وعلى أي حال اليوفنتوس كان له لديه كثير من اللاعبين الجيدين يلعبون له الآن، ويستطيع أيضاً أن ينظم ويستجد بعض من اللاعبين الجدد في الأعوام الجيدة القادمة.